التونسي ينجم يعيش شهر كامل من غير الانترنت؟ هذا هو سؤالنا اليوم في بارومتر الشارع. امبوسيبل. عليه على خاطر حاجة وليت في الدار أساسية، معناتها حتى على البرامج بتاع التلفزة بصراحة ما تعجبني حتى برنامج، معناتها باش ندخل تليفوني باش نشوف أخبار باش امبوسيبل، وتروجي ساعة معناها غالية، لازم الويفي في الدار. لازم الإنترنت. لا لازم. تعيش ما تقدرش تعيش من غير إنترنت. يقص الماء نقعد نهارين عادي، ونلم فلوس الماء ونمشي نخلص، والإنترنت مشي بالوقت نخلص. مستحيل. مستحيل، حتى الأولاد ما عادش يقعدوا لي في الدار. الانترنت اي هزوا لي من الدار، وكي تبدا فما الانترنت وكل شيء، حتى الماتش البارح نلمهم، حتى المتوثين يروحوا كملوها في الدار خاطر عندي وين يتفرجوا. عندي انترنت. تنجم تعيش شهر كامل من غير انترنت؟ ادمان هو ولا؟ اي ولا ادمان شويه. من برشا ولو ما كناش عايشين بيه احنا قبل يقول لك. اي سي فري. تنجم روحك تنجم تعيش بيه من غير شهر؟ شو نقول لك، اذا كان لازم لازم انا سبحان الله، اما تعودنا نحن هكا. باهي يقولوا لك راهو باش تقعد شهر من غير انترنت، كيفاش تولي عيشتك؟ باهي ولا خايبه؟ بصراحه ناقصه حاجه. ناقصه حاجه. ناقصه حاجه. اللي هي مش حاجه مهمه راهي. ما لا ولات عباره كماليات. كماليات. ولات كماليات. عندي ما فيش انترنت. ما فيش. لا لا. جمله. لا لا معليش. وتنجم بحق بنتي عندك انترنت؟ تعيشوا من غير انترنت عادي؟ عادي اللهم لا قرايه البنات. باهي علاش قلت لك تعيش من غير انترنت جمله شهر كامل؟ والله اللهم في سلاعه نقول لك اي. في سلاعه؟ اي علاش ما مش غير سلاعه؟ علاش شنو فاش؟ يسحقوهم في القرايه، اكثر حاجه في القرايه، يعملوا بحوث. لا لا البحوث يجبدوا لي دوفوارات، يجبدوا لي زيكزامان. اسهل مثلا ديكسيونير عرفت؟ ما تقعدش تلوج بالكلمه بالكلمه، تلوج على كلمه توضح. قبل ما كانش فما انترنت وليه؟ قبل كنا بالكتب وبال اي صحيت العموميه صحيت، ونحلو كيما قالت لك نحلو ديكسيونير و... اي سي فغي. الانترنت تولد سهل العمليه. اي ميم طون زاد حرمتنا برشا حاجات حلوه، حرمتنا كي باش نحكوا على الكوتي بوزيتيف اوكي، مثال كيما قالت لك هي ديكسيونير والكل، اما كي حاجات حلوه مثال كلمه العائله لما فما عندها ديزانكونفينيون، عندها حاجات خايبه.